زي ما قال موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي ان هو عامل حساب بشكل كبير جدا للمباراه القادمه. هل المباراه القادمه دي اللي هي الوداد؟ اكيد الوداد، ولكن عنده مباراه مهمه يوم الاحد اللي جاي مع بيراميدز، وبيراميدز مع النادي الاهلي بتبقى مباراه كبيره. هيحضر لها ازاي؟ هيتعامل معاها ازاي كمباراه كبيره؟ هيريح لعيبته عشان يروح بيهم للوداد بشكل كبير؟ ننتظر مباراه جيده يتعامل ان هو اخذ الدوري ويتعامل بشكل اخر، يبص لمباراه الوداد وينسى مباراه بيراميدز؟ انا نفسي مش عارف اخد قرار. لا، هو قرار قاله، هو الراجل قاله وبيشتغل عليه. هاخد من اخر اللي حضرتك قلته، ان افكر في مباراه الوداد وانسى مباراه بيراميدز. انا في الاخر مباراه بيراميدز، هو الراجل قال احنا عايزين نسعد جماهير النادي الاهلي، لكن كمان بنفكر في البطوله الافريقيه. الماتشين دول ليس لهم علاقه بالمستوى اللي هنلاقيه في الوداد. هو قال انا لعبت في كازابلانكا 4 مرات، الموضوع مختلف، حتى بدون جماهير الموضوع مختلف. يظل حديثه ده برضو بعد مباراه بيراميدز؟ يعني مباراه بيراميدز مستوى تاني؟ اه طبعا، بس مباراه بيراميدز كبيره وتقيله طبعا، بس في الاخر هو هيحضر لها ازاي؟ هيحضر لها ان هو باصص على مباراه الوداد اهم. بمعنى ايه؟ مختلف. بمعنى ايه؟ دوافع مختلفه يا كابتن. اه، وبمعنى ايه؟ مثلا انا لو الشناوي رجع مثلا بعد يومين، لا ما يلعبش. بالظبط، انت فاهم الفكره؟ طب انا دلوقتي مثلا عندي محمد هاني مثلا مجهد، لا ما يلعبش. انت واخد بالك؟ ايمن اشرف النهارده طلع، ايمن اشرف عنده ايه؟ اتعور ايه؟ اجهاد ولا شذ؟ هتبقى بسيطه ان شاء الله، هتبقى اجهاد. اجهاد ما يلعبش، يعني انت فاهم الفكره؟ انا عندي الاهم، فالمهم يعني الاهم بطوله افريقيا، الاهم ان انا اروح للوداد يوم 17 وانا في كامل لياقتي البدنيه. مباراه بيراميدز بقى طبعا فيها هيستوري معين، طبعا جماهير النادي الاهلي حابه انها توقيتها صح يا كابتن؟ توقيتها؟ ما هو توقيتها اتحاد الكوره يعني؟ ما هو ده جدول بقى يعني، اصل لجنه المسابقات ده جدول يعني. يعني مزنوقه وغصب عنهم، وناس كتير جدا عايزه تاجل المباريات، لكن في الاخر الله يكون في عونهم. اقول لك حاجه، تحيه ليهم. بالعكس، الدوري خلص، ده لو الدوري ما خلصش كان هيبقى الماتش ده ماتش صعب يعني. لا، تحيه بصراحه للجنه المسابقات واللجنه الخماسيه. لا، عاملين شغل كويس الحقيقه. لا، طبعا احنا كمان كملنا الدوري، وان احنا هنقفل الدوري، وان احنا هم قتلوا بصراحة على إن الدوري يرجع، وكل دوريات العالم يا جماعة رجعت.